بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا لا، أنت قريت العنوان صح، بس هو المسألة مش هيتكرر. يعني الحديث يا جماعة مش على دروب داون منيو، لا لا، احنا خلصنا المنيوز من بدري، أو النافيجيشن كلها تقريبا اتكلمنا عنها بنسبة كبيرة. احنا في الكنترولز دلوقتي هنتكلم عن الدروب داون بان. البان يعني هي حاجة صغيرة كده بتحصل، تظهر لما تهوفر أو تكليك. يعني زي مثلا أنا لما بعمل كليك بيظهر لي البان الصغير ده، لما بعمل هوفر بيظهر لي البان الصغير ده. ديت الفكرة يا جماعة، ده اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنحاول نوصله في السيريز بتاع حلقة النهاردة. طيب سي، إيه اللي احنا محتاجينه؟ بمنتهى البساطة احنا محتاجين ندرج بوتو. اوكي، معانا البوتون ده. ايه البوتون هيشتغل ازاي؟ عايز 3 حاجات، عايز كلاس وهياخد بوتون، نفس السيناريو عايز طيب وهياخد افتراضي بتاعه برضه بوتون لو ستايل لزق. الجانب التالت بقى اللي هو المميز شوية ل الحلقة، اللي هو بيكون عبارة عن الداتا هايفن توجل. انا اديله اسم معين لان الاسم ده يا جماعة انا هحاول استدعيه. متفقين؟ اوكي، خلينا نكتب هنا. طبعا النص اللي هيظهر على الـ على الـ على البوتون هقول له مثلا اي ام توجل. ماشي، اوكي. انا عملت الزرار بقى، ما في مشاكل، خلينا نشوف شكله كده. ادي الزرار، تمام، ما فيش مشاكل طبعا، بس هو ما في حاجه تربطه، لسه مش مربوط باي حاجه يعني، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نعمله دلوقتي. طيب ايه السيناريو؟ انت عايز تربطه بايه؟ انت عايز تربطه بالبان. ان دلوقتي هنقول احنا بنشغل توجل، توجل يعني لما نكليك عليه تظهر فيه حاجه معينه، ما في مشاكل. المهم عاملين ديفيجن يا جماعه، والديف ده هياخد كلاس. طيب الكلاس ده عبارة عن ايه؟ انا عايز اعمل بان، تمام، عشان يستدعيها لي هو. فالكلاس عبارة عن دروب داون هايفن بان. اوكي جميل، ده الكلاس بتاعي. محتاج ايه تاني؟ لسه محتاج شوية حاجات تانية، ومحتاج 4 حاجات. الحاجة التانية الاي دي. طيب قيمة الاي دي بتساوي فين؟ اكزاكتلي يا جماعة، قيمة الاي دي، الاي دي بتساوي قيمة الداتا توجل. انت حاططها هنا تيست، يبقى تنسخها وتحطها لي في الاي دي بتاعها، لان ده اللي راح يتنادى عليه. تمام جميل. الحاجه الثالثه محتاج خاصيه اسمها داتا دروب داون كالعاده، لان ده لان المعلومات هتوجع. تمام. والحاجه الاخيره انت محتاج داتا اوتو فوكس تنشطها. ده اللي هيميز ما بين وما بين. يعني احنا دلوقتي الداتا اوتو فوكس ترو ديت عشان لما تضغط عليه بكليك، لان هو توجل يعني، بحيث انت لما تضغط عليه مش عايز تأثير تاني، مش عايز لما تهوفر عليه زي ما احنا هنتعرف كمان شوية. لا، فدي فايدة الداتا اوتو فوكس. الداتا دروب داون لان هو عبارة عن دروب داون، والاي دي علشان التوجل، وطبعا الكلاس دروب داون بان عشان الاستايلات اللي واخدها هو اللي دروب داون بان ده يا جماعة. تمام ماشي. اوكي، المفروض بقى ما بين الديفيجنز دولت ابتدي اكتب النص اللي انا عايزه يعني. تمام، خلونا نقول مثلا هنا انا هخليها اكتبها هي مرة، هي نفسها. ادي كنترول في وكنترول اس، خليني اعمل ريلود يا جماعة، ولما اضغط يبتدي يظهر لي النص اللي انا كنت كاتبه. تمام، ده الجانب بتاع التوجل اللي هو لما تضغط عليه تحصل استجابه معينه. طيب ماشي، كان في جانب تاني جميل برضو كان خاص بايه؟ كان خاص بالمساله بتاعت الهوفر بقى، لما انت تيجي تهوفر عليه. تمام، ما في اي مشكله، خلونا ناخد الكلام ده بكنترول سي وبكليك كنترول في مره تاني. هنخلي ده المره دي هوفر. تمام، وهنخليها تيست مثلا 1، وده برضه هياخد تيست 1. الجهد معايا في الداتا اوتو فوكس هيتغير حاجتين، طبعا مش هيكون في داتا اوتو فوكس، هيكون في حاجة تانية. الحاجة التانية دي اسمها داتا هوفر،
وهننشطها، هنديلها القيمة true. بس كده لا، لسه في حاجة تانية كمان اللي هي بتكون عبارة عن ال data over hyphen ban بتساوي، وهتدي لها برضو القيمة true. يعني انت بتنشط حاجتين لما انت بتشتغل على الهوفر، data hover، وطالما نشطت الداتا هوفر سبيسيفيك ممكن تشتغل على الداتا هوفر باند تبتدي برضه هي تنشطها. نشوف التأثير ده راح يحصل فيه ايه. الزرار التاني بمجرد ما انت تعمل هوفر عليه بيدي لك التوجل، الزرار ده لما بتبتدي تضغط عليه بيدي لك التوجل بتاعك. ده اللي شاهد في الدروب داون باند. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.